السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في المؤتمر الصحفي لقيادة قوات أمن العمرة لعام 1445 من الهجرة النبوية الشريفة، والذي يعقد من أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة. ويسرنا أن نهنئ قيادتنا الرشيدة والأمة الإسلامية وضيوف الرحمن بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. الحضور الكرام، المشاهدون والمشاهدات من خلف الشاشات، نستعرض من خلال هذا المؤتمر الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم العمرة لهذا العام. ويشاركنا في هذا المؤتمر عدد من قادة أمن العمرة من مختلف القطاعات الأمنية لاستعراض الاستعدادات والخطط الأمنية المعتمدة لتنظيم موسم العمرة لهذا العام. معالي الفريق محمد بن عبد الله البسامي مدير الأمن العام، سعادة اللواء دكتور حمود بن سليمان الفرج مدير عام الدفاع المدني المكلف، سعادة اللواء دكتور صالح بن سعد المربع نائب مدير عام الجوازات قائد قوات الجوازات للعمرة. بداية نرحب بمعالي الفريق محمد بن عبد الله البسامي مدير الأمن العام، فليتفضل مشكورا لاستعراض الموجز العام لقوات أمن العمرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائل المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام. تضمنت خطة قيادة أمن العمرة والتي اعتمدت من قبل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية عددا من المحاور. تضمنت الجانب الأمني وإدارة وتنظيم الحشود وإدارة الحركة المرورية وتقديم الخدمات الإنسانية ودعم وتمكين الجهات الخدمية المشاركة. في كل عام يتم مراجعة خطط المواسم السابقة ودراسة كافة التقارير الميدانية والإحصاءات وتقييم العمليات التشغيلية وتحديثها وفقاً لمتطلبات الموسم الجديد من حيث التشغيل وتوزيع القوى البشرية والآلية لضمان الأهداف التي تضمنتها هذه الخطة. نتكامل لا شك مع كافة الشركاء مع وزارة الحج والعمرة، الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأمانة العاصمة المقدسة، وزارة المالية، إدارة المشاريع، من أجل أن ينعم ضيوف الرحمن بعمرة آمنة ونقل ميسر بإذن الله تعالى. أحد مفاصل الخطة هو تشغيل محطات النقل العام، حيث يوجد عدد كبير من محطات النقل العام محيطة بالحرم المكي الشريف، وأيضا موجودة أيضا في الدائري الأول أو الدائري الثاني، وأيضا موجودة أيضا في الدائري الثالث، وموجودة في مداخل مكة المكرمة. متوقع بإذن الله لهذه المحطات أن يكون لها دورا بارزا في توزيع الكثافات على الحرم المكي الشريف. تأصيلا لما طبق في الأعوام السابقة، سيتم تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث نتكامل معهم في تنظيم ذلك مع استخدام الدور الأول أو جزء من الدور الأول وجزء من السطح أيضا، حيث أن الطلب يتزايد على العمرة من أول يوم في رمضان. شاهدنا في الموسم السابق أن هناك طلب عالي على العمرة في بداية رمضان، مما تتطلب إلى أن يكون التحويل من خارج الحرم عبر عدد من المحاور الرئيسية إلى الأدوار المتعددة. خصص باب الملك عبد العزيز وباب العمرة وباب السلام وباب المروة إلى مداخل الحرم، بالإضافة إلى تخصيص عدد من المداخل الأدوار العليا مرتبطة أيضا بسلالم باب الندوة وباب المدينة من الجهة الشمالية، وسلالم أجياد وسلالم توسعة الملك فهد من الجهة الجنوبية والغربية، بالإضافة إلى سلالم الشبيكة. التوسعة السعودية الثالثة والساحات الخارجية، بالإضافة إلى جزء من السطح والدور الأول سيكون مخصص للصلوات، مع الشكر لوزارة المالية إدارة المشاريع على استكمال جميع متطلبات هذا الموسم، مع بقاء
أيضا الوظيفة الأساسية للمعتمرين، حيث سيتم تخصيص مقدمة هذه الأدوار إلى للمعتمرين، ومتى تطلب الأمر لذلك سيتم التوسع أيضا وفقا للحاجة. هناك تنظيم لمسارات الدخول والخروج مما يحق سلامة الحشود وسلامة وصول المعتمرين إلى ممر الطواف أثناء إقامة الصلوات، وبالذات أثناء إقامة صلاة التراويح والتهجد. شاهدنا في العام الماضي امتداد للصفوف إلى الدائرة الثاني، نشأ عنه تحدي جديد هو تمكين المعتمرين من الوصول إلى مبنى الطواف، وقد تضمنت خطة قوات أمن العمرة بقاء هذه الممرات آمنة وميسرة لتدفقات المعتمرين إلى مبنى الطواف، لأن الطلب عالي لا شك على الطواف أثناء إقامة صلوات التهجد وصلوات أيضا التراويح. سيتم أو تم الوقوف أمس على جاهزية قوات أمن العمرة وكل ممكنات إدارة الحشود بالتعاون مع وزارة المالية، إدارة المشاريع، وأيضا هيئة العناية بالمسجد الحرام. ولا شك يعني نثمن لهم هذا التمكين. لم يتبقى إلا بعض الجزئيات البسيطة اللي حتكون جاهزة إن شاء الله خلال اليوم وغدا بحد أقصى، وإن شاء الله بداية رمضان تكون جاهزة للاستخدام الكامل لكل زوار الحرم المكي الشريف. الخطة راعت توازن التدفقات على كافة الجهات، ولذا تم العمل على فتح الممر الواقع بين التوسعة السعودية الثالثة وبين مشروع المطاف لنقل حركة المعتمرين بعد الخروج من المروة إلى الساعة الغربية والشبيكة وشارع إبراهيم الخليل وشارع أيضا أم القرى بدلا من الاتجاه جنوبا، وسنعمل على تأصيل ذلك بشكل دائم في كافة المواسم، لأن توزيع الكثافات بين الجهة الشمالية والجهة الجنوبية يحقق كثيرا من المكاسب في إدارة وتنظيم الحشود، يضمن سلامتهم أيضا وسهولة تحركهم. جسر بني شيبة إن شاء الله هذا العام مثل ما تم العام الماضي سيعاد وظيفته بشكل يلبي حاجة إدارة الحشود، حيث سيتم تحويل القادمين من المروة عبر أيضا جسر بني شيبة إلى الممر الواقع بين التوسعة السعودية الثالثة وأيضا مبنى المطاف، ولذلك للتخفيف على الممر المحاذي لقصر الصفا لأنه يشهد كثافة بشرية عالية في المواسم الماضية. خطط أمن الحج راعت أيضا استغلال المساحات الخارجية والداخلية في محيط الحرم وربطها بمنشأ الرحلة بدءا من محطات النقل العام والتي أشرنا لها سابقا، أن خلق توازن الكثافات يبدأ من توزيع محطات النقل العام في المحاور الخارجية على كل محطة لضمان نجاح لا شك إدارة تنظيم الحشود. يجب أن تكون حركة التدفقات من المحاور الخارجية للمنطقة المركزية بحيث تتوائم هذه الكثافات مع الطاقة الاستيعابية الآمنة بما يرفع كفاءة الوصول الميسر والآمن للمعتمرين. ندرك أن أحد أهم ممكنات إدارة وتنظيم الحشود هو التحكم في هذه الحشود من المحاور الخارجية وتحويلها إلى المواقع التي لا زالت تستوعب هذه الكثافات، وتحت نظر أيضا مركز القيادة والسيطرة بشكل لحظي. العمل في بيئة مثل بيئات الحرم وبيئات مثل بيئات المواسم يحتاج إلى تطبيق مبدأ الوقاية، ومبدأ الوقاية لن يأتي إلا بمتابعة لحظية من مركز القيادة والسيطرة. الخطة الأمنية تضمنت أيضا تخصيص فرق لمواجهة الظواهر السلبية في المنطقة المركزية ومنها التسول والافتراش المعيق لحركة المعتمرين والمصلين، وسيتم ضبط كل مرتكبي هذه الظواهر السلبية. ومن الأهمية أن نذكر أن الحرم وساحاته خصصت للعبادة، وأرجو من جميع الزوار التقيد بهذه المقاصد. أنا آمل من زوار الحرمين الشريفين أن يكون عونا لنا كما عودونا دائما في جودة تنفيذ خططنا، كما أهب المعتمرين والقاصدين أيضا للحرم عدم مزاحمة مستخدمي عربات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أن هذه العربات خصصت لهذه الفئة، ومن المتوقع أن يتزايد عليها الطلب في هذا الموسم. ختاماً أنا أعلن جاهزية قوات أمن العمرة لمباشرة أعمالها اعتباراً من أول يوم برمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لمعاليكم. نستمع الآن لسعادة اللواء دكتور حمود بن سليمان الفرج مدير عام الدفاع المدني المكلف، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استكمالا لمنظومة العمل الأمني والتي بدأها معالي الفريق خلال شهر رمضان المبارك، فقد أنهت المديرية العامة للدفاع المدني استعداداتها وجاهزيتها لهذا الشهر الكريم وفق الخطط الموضوعة التي تحظى بمتابعة وتوجيه ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية. وترتكز هذه الخطط على ما يتعلق بأدوار الجهات الحكومية ومن خلال مهامها ومسؤولياتها في حالات الطوارئ في جميع المراحل، سواء في مراحل الاستعداد والوقاية أو في مراحل الاستجابة أو في مراحل التعافي، كذلك فيما يتعلق بعمل الإجراء الوقائي الذي يعتبر ركيزة أساسية من أعمال المديرية العامة للدفاع المدني. فقد تم خلال شهر شعبان وشهر رجب القيام بجولات لجميع مقرات سكن المعتمرين للتأكد من توافر متطلبات السلامة والوقاية والحماية من الحريق، وكذلك في جميع المواقع والمقرات والمنشآت التي يرتادونها. في جانب العمل العملياتي هناك مراكز الدفاع المدني التي تم تسخيرها في جميع المواقع وكذلك على الطرقات التي يسلكونها المعتمرين وفي المطارات وفي جميع المقرات التي يتم التأكد منها من توافر متطلبات واشتراطات السلامة، والقيام بعمليات جولات تفتيشية والتي قاربت أكثر من 5600 جولة تفتيشية على جميع المواقع للتأكد من هذه المتطلبات التي نحرص عليها بشكل كبير جدا في توفير بيئة آمنة وسلامة في جميع المقرات والمواقع التي يسكنها المعتمرين سواء في العاصمة المقدسة أو في المدينة المنورة. حقيقة هناك تكامل وتعاون من جميع وتنسيق متكامل وتوائم مع جميع الجهات المعنية فيما يتعلق في جميع ما يتطلبه الأمر في أمور متطلبات السلامة والوقاية وكل ما يتعلق في تحليل وتحديد المخاطر التي يتم معالجتها في حينه لتوفير هذه البيئة الآمنة. هناك المجموعات الإشراف الوقائي والدعم الحرم التي تتمركز في جميع المواقع تحقيقا لزمن الاستجابة السريعة للتدخل في أي حالة طارئة لا قدر الله. حقيقة يعمل مع المديرية العامة للدفاع المدني أعداد كبيرة جدا من المتطوعين الذين لهم دور بارز في أمور السلامة وفي أمور التوعية الوقائية وكذلك في جميع ما يتعلق بأعمال الدفاع المدني في المنطقة المركزية في المطارات فيما يتعلق في جميع المواقع. تم انتشارهم في هذه المواقع لتقديم هذه الرسالة التي حقيقة ما تهدف في بالدرجة الأولى في سلامة وحماية جميع قاصدي بيت الله الحرام. هناك فرق التدخل السريع ومجموعات الإشراف الوقائي والوحدات المتنقلة التي تضمن زمن استجابة سريع في لو حصل أي طارئ لا قدر الله. نسأل الله في الختام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسعادتكم. نستمع الآن لسعادة اللواء دكتور صالح بن سعد المربع نائب مدير عام الجوازات قائد قوات الجوازات للعمرة، فليتفضل مشكورا. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية رحب بالحضور والسادة المشاهدين والمشاهدات، واسمحوا لي بأن أوجز لكم استعدادات المديرية العامة للجوازات لموسم العمرة لهذا العام 1445، والتي تأتي ضمن الخطة العامة لأمن العمرة. الحقيقة المديرية العامة استعدت ورفعت جاهزيتها في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لضمان سرعة إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من المعتمرين، وهذه الجهود بدأت منذ بدء موسم العمرة واستمرت وتتم
أيضا مراجعتها وزيادة وتيرتها في موسم رمضان إن شاء الله. يشمل ذلك استقبال المعتمرين من خارج المملكة عن طريق جميع المنافذ، وأيضا إنهاء إجراءاتهم وأخذ الخصائص الحيوية الخاصة بهم، وأيضا استقبال ما يخص التصاريح الأمنية للشركات والمؤسسات، ومتابعة أيضا كل الأمور المتعلقة بالمعتمرين والمتأخرين منهم بعد انتهاء تأشيرة العمرة. أيضا يشمل الجانب التوعي جزء من هذه الجهود. كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية الحمد لله دعمت بالموارد البشرية المؤهلة من الجنسين وقادرة على التحدث بعدة لغات، وأيضا هذه المنافذ زودت بالأجهزة التقنية المتطورة ولله الحمد من أجهزة حاسب آلي أو أجهزة رفع الخصائص الحيوية أو أجهزة الاتصال اللاسلكي وأجهزة كشف التزوير، وأيضا الكونترات المتنقلة التي استخدمت يمكن في الموسم هذا لأول مرة، أضف إلى ذلك الكاميرات الموجودة لمراقبة المواقع الخاصة بهذه المنافذ. أيضا هناك أجهزة ترجمة فورية تساعد على التواصل بين المعتمرين والعاملين، بإمكان هذه الأجهزة أن تترجم إلى عدة لغات. أيضا تخصيص فرق عمل مؤهلة تتحدث بعدة لغات للترحيب بالمعتمرين وتقديم المساعدة لهم. في الحقيقة المنافذ جاهزة ولله الحمد بالكوادر الموجودة عندنا. يمكن في هذا الموسم بعض الخدمات الموجودة مثل الكونتر المتنقل تحدثت عنه، هو عبارة عن تابلت يستطيع استخدامه في أي موقع، ليس بشرط أنه يستخدمه في صالة المعتمرين، وإنما بإمكان استخدامه في أي موقع لإنهاء إجراءات السفر. وأيضا في أجهزة خاصة بالتوثيق الأمني البادي كام، هذه أجهزة تستخدم أيضا معرفة الخدمات المقدمة للمعتمرين ومحاولة تطويرها إن شاء الله بالشكل الذي يرقى إلى التطلعات. أضف إلى ذلك الكشف عن التزوير، هناك أجهزة محمولة بإمكان العاملين أن يتنقلون فيها داخل المواقع سواء في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وبإمكان هذه الأجهزة مضاهاة أيضا السمات الأمنية الموجودة في هذه الوثائق ومعرفة حالة التزوير فيها. أضف إلى ذلك الجهاز الفوري الذي يستطيع إلى ترجمة الفورية، الذي يستطيع ترجمة تقريبا 137 لغة بالطرفين سواء للمعتمر أو أيضا العاملين في كافة المواقع في الجوازات. وهذا لله الحمد يعني الحمد لله وجد صدى لدى المعتمرين ولدى أيضا المستفيدين منه، وإن شاء الله في طور تطويره. في الحقيقة أيضا لا يخفى على المديرية العامة للجوازات أهمية التنسيق والمواءمة بين أعمال الجوازات وتقديم الدعم والمساندة لجميع الجهات الموجودة لخدمة ضيوف الرحمن. هناك الحمد لله تكامل ومواءمة بين هذه الجهات، ويتم التنسيق من خلال ورش العمل والاجتماعات الفورية التي تعقد والدورية التي تعقد بين تلك الجهات. وفي الحقيقة أيضا الجوازات لديها القدرة على تحريك فرق لعملية التعرف على الأشخاص سواء كانوا منومين أو أشخاص تائهين من خلال الحقائب المتنقلة التي تتعرف على الخصائص الحيوية، وبإمكانها أيضا الكشف على هويات هؤلاء الأشخاص. الشراكة كثر في المديرية العامة للجوازات سواء كان هيئة الطيران المدني وعملية تنظيم الرحلات أو الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني فيما يتعلق بتقديم الخدمة عن طريق أجهزة الحاسب والإنترنت، ووزارة الحج والعمرة والأمن العام والزملاء في الدفاع المدني، وأيضا برنامج خدمة ضيوف الرحمن وزارة الصحة. كل هذه الأجهزة يعني نعيش معها في منظومة متكاملة يتم التواصل بشكل مستمر من أجل تقديم كل التسهيلات لضيوف الرحمن، حتى يعني نضمن جودة الخدمة لهم ويعودوا بانطباع جيد عن رحلتهم خلال موسم العمرة. لا شك أنه للتوعية الإعلامية أيضا مجال كبير جدا في توعية المعتمرين، وأيضا
تقديم هذه الرسائل التوعوية بعدة لغات وبعدة قنوات، وإيصال الرسالة لهم بأنه مرحب بكم في المملكة العربية السعودية، وأيضا لابد من الالتزام بالوقت القانوني حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة في تأخرهم عن المغادرة. أيضا هناك مركز اتصال 992 بإمكانه تقديم الخدمة للمستفيدين، وكل هذه الرسائل التوعوية الهدف منها توعية المعتمرين وتعريفهم بما لهم من حقوق أيضا وخدمات مقدمة. في النهاية لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر لكافة الزملاء الذين قاموا على هذه الجهود، وشكرا لكم. نشكر أصحاب المعالي والسعادة قادة أمن العمرة على هذه المواجيز الأمنية، الزملاء الصحفيون والصحفيات. نسعد الآن باستقبال أسئلتكم، على أن يعرف كل إعلامي بنفسه والجهة الإعلامية التي يمثلها. السلام عليكم. أسامة العبيدي من قناة الإخبارية. سؤالي لمعالي الفريق محمد البسامي مدير الأمن العام. معالي الفريق، شهدنا في الأعوام السابقة تميز وزارة الداخلية في استخدام التقنية، هذا العام هل سيتم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في موسم رمضان؟ طبعا لا شك، احنا كل سنة نضيف أيضا بعد آخر، سواء تشغيلي أو تقني أو آلي. هناك شراكة حقيقية استراتيجية مع الزملاء في سدايا، نعظم هذه الشراكة بشكل دائم. طبقنا العام الماضي جزء من هذه التقنية، وبإذن الله تشوفون إن شاء الله في غرفة العمليات تطوير أيضا لهذه التقنية والتوسع فيها، ونخطط أيضا مع الهيئة الملكية وأيضا مع العناية بمجلس الحرام والمسجد النبوي ومع وزارة الحج لاستخدام التقنية بشكل كامل في جميع مفاصل سواء العمرة أو الحج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامي اليامي من وكالة الأنباء السعودية. سؤالي لمعالي الفريق، نظرا للدور المهم والريادي للمركز الوطني للعمليات الأمنية في دعم القطاعات المختلفة في الميدان لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للجميع، فهل هناك مستجدات للعمل التطويري والأدائي للمركز بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030؟ طبعا في هذا السياق أنا ندرك تماما أنه أحد مقاصد جودة الحياة، واللي أيضا وزارة الداخلية تبنتها أيضا بالشراكة مع برنامج جودة الحياة، هو وجود مراكز متعددة في مكة المكرمة وفي الشرقية وأيضا في الرياض وفي المدينة المنورة. بدأنا العمل فعليا في المرحلة الأولى منه. ندرك أيضا أن توحيد الاتصال مهم، تلبية الطلب أيضا مهم. أحد مقاصد في المبادرات اللي نشتغل عليها هو تقليل زمن الاستجابة، ولن يأتي إلا بتطوير الممكنات، ومن ضمنها ما هو موجود الآن في 1911. نفاخر بهذا المركز، وندرك تماماً أنه أحد مقاصد أيضاً الاستجابة لحالات الطوارئ هو أيضاً وجود ترحيل لاستقبال المكالمة ومتابعة ومؤشرات، وهذا الحقيقة خدمنا بشكل كبير وبالذات في مواسم الحج والعمرة. شكراً طالب. السلام عليكم. سامي القاسم من قناة العربية. سؤالي موجه لمعالي مدير الأمن العام. العام الماضي شهد أكبر زيارة في تاريخ الحرمين الشريفين، تقريبا أكثر من 33 مليون زائر، ومعتمر هو العدد الأكبر من نوعه. كم العدد المتوقع تقريبا بالنسبة للمؤشرات التي تشاهدونها اليوم بالنسبة للأعداد في هذا العام؟ أيضا ما هي التجهيزات التي ستتحمل هذه الأعداد الكبيرة المتوقعة نهاية العام؟ تسمح لي في الجانب أني أذكر كيف إحنا نخطط مع الشركاء في استخدام محطات النقل العام. مستقبلنا في المنطقة المركزية، في منطقة المكة المكرمة، هي أيضا أن نقلل من وجود السيارات الصغيرة وتدفقها إلى المنطقة المركزية. متوقع أن ننقل هذا العام أكثر من 57 مليون في نقل الحافلات من وإلى الحرم مباشرة طوال الشهر وفي جميع الصلوات. متوقع أن يكون له أثر في التقليل أكثر من 7 مليون مركبة صغيرة كانت تدخل المنطقة المركزية لو ما في نقل عام. متوقع أيضا نكون أنه في أكثر من 3000 حافلة حتستخدم إن شاء الله في 18 مسار وفي 13 أيضا محطة. متوقع أن يكون عندنا وحسب أيضا الجداول مليون رحلة طوال هذا الشهر بالحافلات، وبالتالي ندرك تماما انه حجم التدفق عالي جدا 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 في السنوات الماضيه، ولمسنا انه الصفوف وصلت الى الدائري الثاني،
وأيضا كان يوم 27 ويوم 25 ويوم 29 هي يمكن نقاط الذروة عندنا، لكن إحنا جاهزين مع كافة الشركاء ونسعد بخدمة ضيوف الرحمن. شكرا عليك. السلام عليكم. سؤالي لسعادة لواء حمود الفرج وهو مدير عام الدفاع المدني، سامي الشريف مراسلة إذاعة الرياض. سعادة اللواء، ما مدى التنسيق والتعامل ما بين الدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ الخطط العامة خاصة بالطوارئ؟ وفق الخطة الموضوعة وأدوار الجهات ومسؤولياتها في تنفيذ خطط الطوارئ، هناك تعاون وتكامل وتنسيق من بداية من الخطة العامة للطوارئ والخطط التفصيلية التي تبنى عليها من قبل هذه الجهات، ثم وجود مندوبين ومنسقين لهذه الجهات في مركز عمليات تنسيق الطوارئ تنفيذ الأدوار والمهام والأعمال المطلوبة منهم. يسبق كذلك هذا العمل القيام بالتجارب والتمرينات والتدريبات المتواصلة للتأكد من تنفيذ الأدوار والمسؤوليات وفق الخطط الموضوعة من خلال هؤلاء المندوبين المتواجدين في مركز عمليات الطوارئ. السلام عليكم. فاطمة العتيبي، الساحات العربية. سؤالي موجه لسعادة اللواء الدكتور صالح المربع. كم المدة المسموح بها للقادم من العمرة أن يبقى في المملكة؟ شكرا لك. طبعا الآن الأنظمة المعمول فيها والتعليمات اللي صدرت أنه أصبح مدة العمرة في تأشيرة 90 يوم، بإمكان المعتمر أنه يتجول فيها داخل المدن في المملكة ويؤدي عمرته، وأيضا يزور إن كان يرغب في زيارة أحدى المواقع. في السابق الكل يعرف أنه كان هناك مدة لا تتجاوز شهر 30 يوم، أما الآن فالمدة والمهلة 90 يوم. السلام عليكم. حاتم العميري، صحيفة المدينة. سميحكم عذرا بداية بأن أتقدم بأسمع آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، لكافة الشعب السعودي الكريم. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، كما نثمن الجهود الكبيرة التي تقدمها قيادة قوات أمن العمرة في خدمة ضيوف الرحمن لشهر رمضان المبارك لعام 1445. سائل الله أن يعود إلى ديارهم سالمين غانمين. سؤالي لمعالي الفريق، في ظل السنوات الماضية كان الاعتماد إن لم يكن كلي بنسبة كبيرة على الكادر البشري في خدمة ضيوف الرحمن، إلى أن السنوات الأخيرة القليلة الماضية ساهمت وسائل التقنية في الدخول لخدمة ضيوف الرحمن. سؤال معالي الفريق، ما مدى الاستفادة من خدمات وسائل التقنية، أو إلى أي مدى سيتم الاستفادة منها في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك؟ شكرا لك. البارح لو كنت معانا في الجولة اللي صارت في تفقد جاهزية القوات، كان أحد مؤشراتنا أن الزملاء في أمن الطرق يتابعون مراكز الضبط الأمني من كل الطرق الواصلة لمكة المكرمة. يعني كنا البارح نتابع مركز في المويه وفي ظلم طريق المدينة طريق الساحل، وبالتالي التقنية اليوم امتدت حتى إلى المواقيت. ايضا موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي، احنا جالسين ايضا نعظم سنه بعد اخرى كيف نقيس الكثافات وحجم التدفقات بدءا من منشأ الرحله. عندنا ايضا مؤشرات ايضا على موضوع المحطات النقل العام. اعتقد انه استخدام التقنيه خيار لابد منه، واحنا متجهين لذلك. عبد الله الزهراني، صحيفه مكه الالكترونيه. معالي الفريق، بما اننا في المؤتمر الصحفي نرفع مقام التهنئه لسمو وزير الداخلية بمناسبة فوز إدارة العلاقات العامة والإعلام بعدد من الجوائز الإعلامية مؤخرا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الاحترافية التي وصلت لها هذه الإدارة من حيث التنظيم ومن حيث جودة المحتوى. سؤالي معاليك أشار إلى أن الخطة الأمنية ارتكزت على زيادة التدفقات البشرية وأن النقل هو أحد ركائز هذه الخطة. سؤالي بالنسبة لمحطات الحافلات التي أشرت إليها، نجد أن المقاعد محدودة جدا ولا تتوافق مع الأعداد التي تشهدها خلال شهر رمضان تحديدا، هل سوف يمكن نشهد توسع في عدد الكراسي بالنسبة لهذه المحطات؟ سؤالي لسعادة اللواء حمود،
بالنسبة للرسائل التوعوية الوقائية التي تنشرونها في شهر رمضان، يعني من هي الجهات المستهدفة؟ وشكرا. شكرا لسؤالك. لا شك احنا وضعنا الخطة بناء على لجنة نقل الصلوات، ومع أيضا الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج والمعتمرين على رقم متوقع. متى ما تطلب الأمر إلى أن هناك حاجة لزيادة عدد الحافلات حيسمى أيضا التنسيق في هذا الجانب. أيضا لدينا حافلات مكة أعلن قبل فترة أنه رقم مليون أيضا تشتغل بشكل يومي. أنا قلتها بشكل واضح، مستقبلنا الأصيل في مكة المكرمة هو استخدام النقل العام، والتقليل من أعداد السيارات الصغيرة اللي قلت الآن أنه فقط 3000 حافلة بمليون رحلة في رمضان لهذه 3000 يقلل 7 مليون سيارة صغيرة بالتدفقات. لذلك أنا أرجو من كافة رواد الحرم ومن أهالي مكة كما عودونا أن يستخدمون، وحتى أيضا العاملين في منطقة المنطقة المركزية أن يستخدمون محطات النقل العام. إذا إحنا عندنا بعض المؤشرات أنه 8 دقائق من محطة كدي إلى الحرم، من مدخل جدة والشرائع المتوسط 25 إلى 35 دقيقة، بس أنه نقل آمن ميسر، تترك سيارتك في مكان، حتى مكان وجود السيارات هذه تحت مظلة الأمن، وحرصين على أيضا على أن, 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 أن تكون أيضا هذه المواقع آمنة وتطمئن أثناء إقامة الذهاب لأداء العمرة، أنه كل ممتلكاتك في حرز الجهات الأمنية. وأعتقد النقل العام مثل ما قلت أنا سابقا هي خيار لابد نتجه معه الهيئة الملكية ومع كل مخططين أيضا للمنطقة المركزية، بأنه استخدام السيارات في المنطقة المركزية لها أثار غير أثار الزحمة، في أثار تلوث، في أثار أيضا مزاحمة المصلين. إذا عرفنا الامتداد العام الماضي الصفوف إلى الدائرة الثانية، فأعتقد الدائرة الأول الآن مهمته بشكل كبير حيتعاظم السنة هذه، الدائرة الثانية، الدائرة الثالث، الطرق المحورية هي تتجه إلى أنه نقول نعظم موضوع أو تصاعد في موضوع استخدام النقل العام بدل السيارة الصغيرة. فيما يتعلق بالتوعية، تعتبر التوعية طبعا من الركائز الأساسية في خطط المديرية العامة للدفاع المدني. كما هو معلوم الهدف الأساسي أن نمنع الخطر قبل وقوعه، وهذا لن يتحقق إلا بأمور السلامة وتطبيقها وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح، وكذلك فيما يتعلق في الجانب التوعوي الذي نوليه أهمية كبيرة جدا من خلال وسائل الإعلام، من خلال المعارض التي تقام، حتى وصلنا إلى مقر إقاماتهم من خلال بث رسالة تلفزيونية، من خلال وسائل التواصل، كذلك من خلال الشاشات الموجودة داخل مقرات سكنهم في المنافذ وفي المواقيت. وحقيقة يسهم معنا مثل ما ذكرت سابقا المتطوعين بجهود كبيرة جدا في إرسال هذه الرسائل التوعوية التي نهدف، وبلا شك وهذا الهدف الأساس الذي ننشده جميعا هو سلامة وحماية الأرواح، أن نمنع الخطر قبل وقوعه أو على أقل تقدير نحد من أثاره ونتائجه، وهذا لن يتحقق إلا بأمور السلام وبأمور التوعية التي حقيقة نستفيد من جميع التقنيات الحديثة في إيصال الرسائل بجميع اللغات التي تحقق هذا الهدف الاستراتيجي. شكرا. السلام عليكم. ولاء المطرفي، صحيفة المواطن. سؤالي موجه للمدير عام الدفاع المدني سعادة اللواء حمود الفرج. ما مدى تطبيق اشتراطات السلامة في الأبراج العالية في العاصمة المقدسة؟ المتطلبات السلامة حقيقة و تعمل المديرية العامة للدفاع المدني في جميع المواقع وبالذات فيما يتعلق في الأبراج، فمن خلال الاشتراطات والمتطلبات وفق الأنظمة واللوائح وتعاون حقيقة الجهات المعنية في هذه الأبراج من خلال وجود الأنظمة والدفاع الذاتي التي يقوم بها، أو من ضمن الاشتراطات والمتطلبات التي ملزم بها أصحاب هذه الأبراج أو المشرفين عليها، هي ما يتعلق بالأنظمة الذاتية فيما يتعلق سواء في متطلبات السلامة أو أنظمة الخاصة بالإطفاء.
كذلك مأمور أو مدير إدارة السلامة الموجودة في هذا الموقع، لأن كما نعلم جميعا الحشود البشرية والازدحام، التدخل السريع والاستجابة السريعة عندما تبدأ من تدريب وتأهيل هؤلاء الأشخاص ووجود فرق وكذلك أنظمة فعالة يتم حقيقة من خلال الزملاء من خلال الجولات التفتيشية في التأكد من عملها من خلال فريق الدفاع الذاتي الموجود في هذه المنشآت، بالإضافة إلى مجموعات الإشراف الوقائي التي تتواجد في هذه المواقع لتحقيق سلامة وحماية الأرواح ومن يسكن هذه الأبراج. السلام عليكم. عادل العصيمي، صحيفة سبق. سؤالي موجه إلى سعادة اللواء صالح المربع. هل يسمح للزائر العمرة تجول داخل المملكة بالهوية الإلكترونية التي موجودة في أبشر؟ شكرا لسؤالك. الحقيقة الآن بعد اعتماد يمكن الهوية الرقمية، والآن أصبحت للزائر أي شخص يدخل للمملكة العربية السعودية تصدر له هوية زائر إلكترونية بالإمكان استخدامها في عملية التجول في جميع المواقع، والكل يعرف أنه الزائر يستطيع أنه أيضا يؤدي مناسك العمرة، فنظام الزيارة أيضا يسمح بالعمرة، فلا داعي لاصطحاب جوازه طويلة الوقت معه، إنما هوية زائر إلكترونية بإمكانه أنه يتنقل فيها في جميع المواقع، والزملاء يمكن في الميدان عندهم أيضا التعليمات هذه والخاصة بإثبات هوية هؤلاء الأشخاص عن طريق الهوية الرقمية. شكرا لكم. عبد الله الدهاس، صحيفة العقاب. سؤال موجه لسعادة اللواء حمود الفرج. ما هي الآلية والكيفية التي يتم من خلالها الاستجابة السريعة للحوادث التي تقع لا قدر الله خصوصا في المنطقة المركزية والتي تشهد كثافة بشرية عالية خلال الشهر الفضيل؟ حقيقة كما معلوم في المنطقة المركزية وما تشهده من حشود كبيرة جدا، فقد وضعنا في خططنا كل ما يحقق زمن الاستجابة الصفرية في وجود أي حالة طارئة لا قدر الله من خلال قوة دعم الحرم أو كذلك من مجموعات الإشراف الوقائي التي تتواجد في كل مكان لتحقيق هذه زمن الاستجابة واكتشاف الخطر والتنبؤ به قبل وقوعه. كذلك يمكن أو مثل ما أشار لمع الفريق في استخدام التقنيات والذكاء الاصطناعي وما يتعلق في هذا الأمر مهم جدا من خلال المؤشرات التي ربما تعطي انطباع أو تعطي مؤشر لوقوع أي حالة معينة من وجود حشود بشرية أو وقوع أخطار معينة أو تصرفات أو سلوكيات معينة من المعتمرين. هناك مجموعات الإشراف الوقائي المزودين بجميع التجهيزات، أضف إلى ذلك أن هناك فرقة التدخل السريع التي استحدثت في مثل هذه المواقع الدراجات النارية في أعمال الإطفاء وأعمال الإنقاذ، وكلها متواجدة في المنطقة المركزية لتحقيق زمن الاستجابة لمواجهة أي طارئ لا سمح الله. ناصر السلمي من صحيفة الويام الإلكترونية. سؤالي موجه لمعالي الفريق محمد البسامي. ما هي رسالتكم لمن يستخدمون الحرم المكي الشريف لأمور خارجة عن أداء العمرة مثل الأمور السياسية وغيرها؟ وشكرا. شكرا لسؤالك. المكان خصص العبادة، وأنا أعتقد أنه كل زوار الحرمين مقاصدهم هو أداء العمرة، لذلك أرجو التفرغ لأداء النسك، لن نسمح بأي ظواهر تتعارض مع هذا المقاصد. شكرا أصحاب المعالي وأصحاب السعادة، الشكر لكم حضورنا الكرام، سائلين المولى القدير أن يبارك في الجهود ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نلتقيكم بإذن الله قريبا في مؤتمر قيادات أمن العمرة، وضيوف الرحمن ينعمون بيسر وطمأنينة وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.